أولاً لما الشباب في جمعية الثقافة العربية خبرونا أنهم جايين ومعهم طلاب جامعات للتطوع في قرية جس الزرقاء، هذا الإشي أول شيء إحنا منرحب فيه وبنشكر الجمعية العربية للثقافة على هذا اليوم الرائع والجميل، وكثير مهم إلنا أنه الناس تبلش تعرف قرية جس الزرقاء عن قرب وتساهم بعملية التغيير الحاصلة في القرية في كافة مجالات الحياة. يعني مهم جدا أنه أهلنا في المجتمع العربي سواء طلاب جامعات وغيرهم يوعوا ويعرفوا أنه جس الزرقاء لا زالت صامدة وهي القرية العربية الوحيدة اللي موجودة على ساحل البحر، وبالفعل بترحب بكل من يزورها. احكي لي شو أهمية أن الطلاب يعرفوا هاي الأشياء، يعرفوا بلادنا، يعرفوا أهمية التطوع في هيك بلد؟ مهم جدا إلنا كوننا عرب في هذه البلاد، مهم إلنا أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الإنسان العربي وبين الأرض والبلد، فمهم جدا أنه طلابنا يظلوا على علاقة وطيدة وعلى حبل موصول مع التراث العربي، مع الأرض العربية، مع البلدان العربية، مع المجتمع العربي. إذا إحنا أسسنا هذا الشيء ممكن أنه إحنا نتقوى ونستطيع أنه نحل جميع مشكلاتنا. مهم جدا أنه ربط هذا الرابط على أساس إيجاد حلول لكافة المشاكل، منها مشكلة العنف التي طبعا مجتمعنا العربي ينزف من خلالها في أعداد كبيرة من القتلى، وللأسف الشديد يعني هناك قضية الانتماء. لو كنا منتمين لعروبتنا، لمجتمعنا، لبلداننا، لما حدث معنا ما يحدث اليوم. اليوم جايين أجلس الزرقاء نتطوع بأنه في كتير فعاليات تنظيف، فعاليات رسم، فعاليات زراعة. أهمية التطوع وأنه نيجي أجلس الزرقاء أنه شوي نتعرف على قرآن العربية وشوي نقدر ونتعرف على بعض أكثر كشعب. في كتير ناس ساكنة بالشمال، بالنقب، بكتير محلات اللي بتعرفش عن جسر الزرقاء، بتعرف عنها بالاسم بس تعرف شو بيصير جوا. شفت فيها انه عندن ثقافة جدا 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 حلوة ومختلفة كتير عنا، عندن ثقافة الصيادين، هن كتير هون بتصيدوا، وبلد هي بالضبط عايشين، هي قرية الوحيدة العربية على البحر، وهذا كتير اشي حلو يعني مثير للاهتمام الواحد يجي ويشوفه وبرضه يتطوع ويشوف شعبه. تحكي لي شو اليوم دوركم كشباب وكطلاب جامعيين في نهضة مجتمعنا العربي؟ اليوم دورنا كشباب بالنهضة انه نعترف بهويتنا، نحاول نعززها، نحاول انه نتقدم كشعب. احنا يعني الشباب هن زي المستقبل لشو راح يكون شعبنا، ف بالتطوع بالجمعية لما احنا نتعرف على هويتنا اكثر، لما الجمعية تقلق انه احنا زي نعزز افكارنا، نتعرف على بعض، هذا الشيء كتير راح يكون شباب اللي بيعرف حاله، بيعرف هويته، بحب وطنه، بحب شعبه، بتمسك بعروبته، وشأن كبير وكتير مهم من ناحية كل بني آدم يجرب هيك شيء. الورشات اللي احنا بنسويها، طبعا اغلب الورشات بنعمل ورشات هوية اللي بنشدد على الهوية الفلسطينية والعربية تبعتنا. في كمان ايام تطوع، من ضمن الايام التطوع اليوم احنا اجينا على جسر الزرقاء بس عشان نحكي ونقول انه احنا بكل محل موجودين، كل قرية، بكل اشي، عشان نثبت انه احنا عرب فلسطينيين. وطبعا لانه القرية هي قرية تعاد قرية مهمشة، قرية اللي بتم طمس الهوية الفلسطينية والعربية فيها، جايين نرفع صوتنا ونقول انه من كل البلاد موجودين لندعم، نعطي ونتطوع بكل حب. شفتي اليوم بجسر الزرقاء، كيف شفتي هاي البلد؟ كيف شفتي بحرها؟ اول اشي انا اجيت حسيت حالي ببيتي، يعني دغري اول ما فت على البلد استقبلوني، يعني قهوة، اكل، حسيت عن جد اني ببيتي، ما حسسونيش اني غريبة فايتة على منطقة اللي اول مرة بحياتي بجيها. انا جسر الزرقاء، انا نصراوية، جسر الزرقاء مش عن جد بعرفها ولا مرة اجيت، حتى ما سمعتش، دايما كنت اسمع انه في جسر الزرقاء، بس وين هاي المنطقة، وين موجودة، وليش احنا اجينا هون؟ أكيد يعني من خلال رئيس البلدية لما كان يحكي، رئيس المجلس لما كان يحكي حكى 15 ألف نسمة موجودة هون على ضمن مساحة سكانية اللي هي جدا جدا قليلة. طبعا وإحنا كيف نعرف جسر الزرقاء من الشارع الرئيسي محوطة من كساريا وكمان من المستوطنات،
فكديش كساريا بدها تتوسع وكديش فيش مساحة سكانية وكثافة كتير عالية من ناحية السكان. كل يوم كشباب وطلاب عرب بتعزيز النهضة بالمجتمع. دورنا هون موجود بس عشان نرفع صوتنا ونقول انه احنا موجودين بكل محل، موجودين بكل محل عشان نشدد على الهوية الفلسطينية والعربية تبعتنا، واكيد يعني الضمن البلدي هي من بلدنا فاحنا موجودين هون. احنا اليوم جايين في جزر الزرقاء لانه هي اولا بلدة فلسطينية اللي هي كمان بلدة مهمشة ومحاصرة كمان من عدة كيبوتسات من عدة جهات. جزر الزرقاء حاليا بتمرق في 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 عمليات تهميش. احنا اليوم جايين عشان ننظف البلدة، ان عشان كمان احنا عارفين أهمية هاي القرية. ف شفت اليوم في جزر الزرقاء اشياء ما كنت تعرفها عن الجزر. الصراحة باي احنا كنا في المتناس مع رئيس المجلس وحكى لنا عن جسر الزرقاء قديش هي بلد، حكى لنا معلومات جديدة عن جسر الزرقاء قديش هي بلد اللي عن جد محاصرة، حتى شارع رقم 2 محاصرها، اللي هي كمان بلدة محاصرة من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية فيش فيها من زينيات، ومن ناحية جغرافية كمان. جسر الزرقاء زي ما احنا عارفين بلدة عربية، أما شيء درجتها أقل، درجة 2 أو 3 زي مثل كل البلدات العربية. احنا اليوم جينا هنا عشان نعزز روح الانتماء والعطاء، نورجي انه هاي البلدة هي كداش أهميتها، كداش فيها أشياء وكداش فيها إمكانيات. حاليا احنا هلأ في قرية الصيادين، أنا أول مرة بكون فيها بتواجد فيها. كثير جذبني اهتمام الناس اللي قاعدين هنا بيسبحوا وبتعلموا سباحة، رياضة جديدة اللي عنا فيش منها بالمجتمع العربي قليل ملاكي مثلها. شو اليوم دور الشباب؟ شو دوركم أنتم كطلاب جامعيين في نهضة المجتمع العربي؟ دوري كفاطمة اللي أنا إلي 3 سنين في الجمعية العربية، إجبار أنا مع تفكيد اللي هو اللي بقدر أورجي الناس شو هي جسر الزرقاء، أهميتها، الرؤية اللي إلها. إحنا كمان جينا نتطوع يعرفونا نعرفهم، يتعرفوا كمان على الجمعية وروح الانتماء والعطاء. تطوع مثلا البلاد العربية بترجينا التراث الثقافي العربي اللي إلنا. تطوع إسا بالشط هنا بشط جسر الزرقاء إنه ننظف الشط ومن الأوساخ وكل شيء. شفت إنه فيها إنه كثافة سكانية عالية بالرغم من إنه المساحة صغيرة، وإنه حصار يعني الشط حلو، يعني إنه نحافظ على التراث تبعنا ونساعد نساعد بحل القضايا تبعت كل البلاد العربية. طبعا احنا كطلاب جامعيين جمعية الثقافة العربية اللي فينا كثير لقاءات طبعا خلال الجمعية، واحد من هاي اللقاءات كان خلينا نقول نقسم اللقاءات لقاءات تطوعية لقاءات ثقافية. لقاءات تطوعية بنروح على محلات نتطوع فيها، مثل اليوم اجينا على جسر الزرقاء بعدين انطلقنا لقرية الصيادين هون. انا صراحة أول مرة بزور جسر الزرقاء، كثير كثير الصراحة يعني المناظر، الناس، شوف الناس هم متجمعة، الصيادين، أولاد بتلعب، ناس بتسترزي، ناس بتشوي، فأول مرة بكون بهيك جو، يعني أول مرة بزور جسر الزرقاء. كل يوم كشباب وكطلاب جامعيين في نهضة المجتمع العربي. طبعاً النهضة هي كلها بالشباب يعني، فهي لها دور كثير مهم وكثير كبير. واحد من أساسيات هاي خلينا نقول النهضة هذا تكون التطوع. التطوع شيء كثير مهم. فلازم الشباب تشارك، مش بس تحت جمعية الثقافة العربية، أي جمعية اللي يكون فيها تطوع لازم الشباب تنضم لها وتكون خلينا نقول عنصر أساسي بالنهضة.